نظم المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية ندوة علمية حول الإرهاب والتطرف بحضور مدير المركز دكتور حجار محمد إلى جانب عدد كبير من الباحثين والأساتذة. عايشة دوقي. أجواء الرعب والخوف النابع من التطرف والإرهاب والتي تبعث حالة نفسية صعبة في واقع الأمم والشعوب والمجتمعات، ونتيجة لتلك العوامل استخلصت هذه الندوة العلمية التي وضعت تحت عنوان دور الأسرة في مكافحة التطرف والإرهاب، حيث وزعت أطراف هذه الندوة إلى محورين أساسيين. في المحور الأول تناول فيها الدكتور عبد الحادي عبد الكريم أسس مقومات بناء الأسرة والتي تكمن في إعداد الفرد فكريا ووجدانيا. الاحترام المتبادل، نعم الاحترام المتبادل أساس متين لبناء الأسرة. لماذا؟ لابد أن يحصل هذا الاحترام في داخل هذه الأسرة. أيضا من أسس بناء الأسرة القاسم المشترك، من أسس بناء الأسرة أيضا العادات والتقاليد، وهذا ضروري جدا. كيف نبني أسرة دون أن تكون عندنا ثقافة محلية، دون أن تكون عندنا عادات، دون أن تكون عندنا قيم، دون أن تكون عندنا ماذا نسميه؟ أعراف وأعراق. ودار المحور الثاني الدكتور حجار محمد أحمد حول دور الأسرة في مكافحة الإرهاب وأسبابها. والأسرة هي أساس التربية وأساس التوجيه المؤثر، وهي أساس تكوين النشء والثقافة السائدة والأخلاق والعادات والنوعية التربية المهيمنة لسلوك أفراد الأسرة بصورة عامة. ويشار بأن في نهاية الندوة تداخل المشاركون من الأساتذة والباحثين بإسهامات تثري في الحد وتدارك ظاهرة التطرف والإرهاب التي أصبحت كابوس اليوم بالنسبة لهذا العصر. نظمت جمعية الفنيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبدعم من السفارة الأمريكية بالبلاد ورشة تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح اللاجئين والعائدين من أفريقيا الوسطى. حسن خليل. بالجملة 30 لاجئا ولاجئة تم اختيارهم من مخيم قوي للمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية التي ستقام حول تطبيقات مايكروسوفت وورد وإكسل وغيرها من التطبيقات في الدورة التي نظمتها جمعية الفنيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التيتيك بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالبلاد. وخلال افتتاح هذه الدورة تحدث رئيس الجمعية ميم سينغار لازار عن أهداف الجمعية في تكوين الشباب في مجال التقنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التنمية المستدامة، وقد قدم شكره لسفارة الأمريكية على دعمها لهذا المشروع. المنسق الإقليمي المكلف بشؤون اللاجئين بسفارة الأمريكية لانس كين ممثلا لسفارة الأمريكية بتشاد أشاد برؤية الجمعية التي وصفها بالمهمة في تكوين شباب تقني يواكب تطلعات العولمة الحديثة، مما دعا السفارة على المساهمة في هذا المشروع بمبلغ 25 ألف دولار شاكرا للجمعية هذا السعي المنشود. وننوه أن بداية أعمال الدورة ستكون يوم الاثنين 21 أغسطس وستنتهي في غضون 60 يوماً.